حتى اصدقاء يا جماعه عربيه، لو كان في وقت كنا جبنا لكم احتفالات جماهير الاهلي في كل العواصم العربيه. الحقيقه حاجه رائعه جدا جدا. كلمني بس بسرعه كده مستشار مصطفى منصور في دبي. في دبي قال لي انا زعلان ان انا ما سجلتش الاحتفال في الحي اللي انا ساكن فيه. قال لي وكانك في القاهره العربيات نازله بالمزامير، عشرات الالاف موجودين في كل الاروقه عمالين بيلفوا بالعربيات ويزمروا. ده في دبي، غزه بقى انفجرت، غزه الاهلاويه وفلسطين كل مدنها انفجرت، شان الدوحه وشان دبي وشان جده. وفي جده كمان الناقد الرياضي والمحلل الكابتن احمد الفهيد كان في ضيافه الكابتن والاعلام السعودي الكبير وليد الفراج. نشوف لما اتكلم احمد الفهيد في ام بي سي اكشن الاهلي عمل ايه. لا والله انا اهلاوي. ايوه اهلاوي، يعني هذا فريق عريق وفريق كبير جماهيريا وبطولات. ترى التعادل اليوم هو الحاله، ترى فوز الزمالك هو الحاله الشاذه. اوف الحاله الحقيقيه والراجل والتاريخيه هو فوز الاهلي. نعم التاريخ، مو انا اللي اقوله يا ابو بدر، التاريخ الحقيقه حقيقه. التاريخ ما يطمس ولا يغير. الاهلي هو الفريق ذو الكعب العالي على مستوى مش مصر فقط، على مستوى افريقيا، على مستوى العالم. الاهلي حتى في بطوله العالم هو صاحب الميداليه البرونزيه لاكثر من مره، بالتالي هذه اشياء تاريخ لا يمكن ان يحرف ولا يمكن ان يزور. حتى وان حاولت بكل، زي ما قلت انت، ما تقدر انت تجيب استيكه وتمحي اللي تبغاه وتكتب اللي تبغاه. في تاريخ جوا الملعب يكتب على مدى سنوات. صحيح. التاريخ يقول انه الاهلي الاعلى كعبا، الاهلي هو البطل، الاهلي هو الاكثر جماهيريه، الاهلي هو هو هو, هو عملاق الذهب والبطولات. اخي والله خطير، مبروك للاهلي. التاريخ لا يمكن أن يزور أو يحرف ويكتب ويتراكم عبر سنوات. هو ده القول الفصل، ده خلاصة قول أحمد الفهيد وأيضا وليد الفراج في الإشادة بالأهلي وإنجازه وقيمته ومكانته. الأهلي النهاردة تقدم بثلاث شكاوي. والله يا أخي خطير الأهلي.